رشا، مساحتنا الأولى رح تكون مع الإنشاد الديني الذي يعتبر المصدر الأساسي لفن الغناء العربي والإنشاد الديني. قصة تؤكدها كتب التراث بأن بدايته كانت مع الآذان، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في الإنشاد بالأشعار الإسلامية. لنحكي أكثر عن موضوع الإنشاد الديني، بيسعدنا نرحب بالأستاذة عدنان الحلاق. يسعد صباحك. الله يسعد صباحك، صباح المشاهدين، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير، أسعد صباحكم، كل عام أنتم بألف خير. صباح الورد، الله يسلمك. وأكيد نرحب بمحمد المدني وهو منشد وضابط إيقاع، وأيضا ماجد طربين أيضا منشد وضابط إيقاع. كل عام أنتم بألف خير. أنتم بألف خير إن شاء الله. شكراً إن شاء الله علينا وعليكم. يا رب علينا وعليكم. إن شاء الله عام هيك بالفرج يا رب. بداية قبل ما نفوت بالإنشاد وتاريخه، خلينا نروح لأنشود اليوم من وحي المناسبة. طلع البدر علينا من فنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله داع. رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاع، طلع البدر علينا من فنيات الوداع، وجب ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالم، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، أشرقت شمس الكمان بك يا بايل جمال، جل من سواك حقا دائما للخير ساعة. اسلم الصوت. دائما الانشاد الديني بيخلينا نوصل لحاله من التجلي، تمام الحمد لله. وشفناها بحضراتكم، كل واحد عم يسلطن الثاني. تماما هذا هو، ناخذ من بعضنا يعني بالنهايه، كملوا بعض. اكيد خلينا نحكي عن خصوصيه الانشاد الديني وخصوصا بالمناسبات الدينيه.
يعني كل سبحان الله كل مثل ما بيقولوا يعني موضوع الهجرة النبوية اللهم صل عليه إلى موشحاته وإلى قصائد الخاصة مولد النبي اللهم صل عليه له قصائد الخاصة يعني ليلة الإسراء والمعراج لها قصائد الخاصة الحج الأعياد كل شيء له قصائد الخاصة تماما هي سنة إن شاء الله سنة عظيمة ونسأل الله أن تكون فرج على هذه الأمة بجاه الحبيب. أدي عدد فرقتك اليوم فرقة الوهاب؟ العدد مع ضابطين الإيقاع 11 شخص. تاريخ الإنشاء؟ تاريخ الإنشاد من 2006 بالنسبة لفرقتنا يعني. تماما. بدمشق أنتوا أو طلعتوا خارج دمشق؟ نحن الأصل من دمشق ولكن نطلع خارج البلد كتير يعني طلعنا عدة سفرات خارج البلد بلدان أجنبية وطلعنا بلدان عربية الحمد لله رب العالمين. قدي حلو اليوم وقت بتطلعوا بالأنشاد السوري الديني لخارج حدود البلد. تمام يعني سبحان الله شعور لا يوصف والله إنه يكون خاصة أنت رايح على دولة أجنبية عم تعرف أو في متابعين جدا وفي يعني بتلاقيهم قاعدين بهالمسرح كلياتهم منضبطين وبحالة لا توصف وبتلاقيهم مغمضين عيونهم بهالشعور هذا وعم يسمعوا وعم يشوفوا اللوحات البيلوية وعم يشوفوا الإنشاد يعني بيعيشوا معنا الحالات وبيعطونا نحن سبحان الله يعني قوة ودفع تماما لما تكونوا على المسرح. حابين أيضا نرجع نسمع نشودة ديني تفضلوا. يا من يعلاه دادادادا يا من يعلاه مددت يدي أستر ما أنت بي أعلم يا من يعلاه مددت يدي أستر ما أنت بي أعلم واغفر يا وكلا يندم الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء بي يوما وشك صديق له بألم فاختار الغار ليختبئ ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب فلم يعلم يا من لعلاه مددت يدي أستر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايا يقصد عفوك لا يندم الله يا رب الله يا رب الله تسلم صوتكم أكيد. خلينا ننتقل لك محمد وحضرتك ضابط إيقاع ومنشد خلينا نحكي عن خصوصية الإيقاع اليوم ووجودكم بالفرقة حالة التكامل اللي بتعملوها مع بعضكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا وهذه الذكرى وأن يجعل هذا العيد عيد فرج إن شاء الله ونصر ورفع للأمة إن شاء الله تعالى وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للإنشاد نحن كفريق إنشادي يتكون من رئيس فرقة وأعضاء الفرقة يتقسمون إلى قسمين. القسم الأول هو الكورال أو الكوراس والقسم الثاني هم ضباط الإيقاع. طبعا نحن عملنا عمل جماعي متكامل
من رئيس الفرقة إلى أعضاء الفرقة إلى ضباط الإيقاع. بالنسبة للإيقاع هو يضبط الوقت الزمني والمدة الزمنية وضغط الكلام بالإيقاع. فالإيقاع هو ضبط للكلام وللمدة الزمنية بالنسبة لأي موشح أو أي قصيدة نحن بنشتغلها. بالنسبة لأعضاء الفرقة هم مكملين طبعا بأصواتهم، مكملين للعمل الجماعي. نحن لا نعتمد بأشغالنا على الآلات الموسيقية، إنما عملنا كله يعتمد على أصواتنا البشرية. لذلك نحن كإنشاد ديني جهدنا جهد جبار، لأنه يعتمد فقط على أصواتنا وحناجرنا بالإضافة لعزف الإيقاع. أكيد ماجد، قبل ما نروح للأنشودة الأخيرة، هيك تمنياتك بهذا اليوم، أمنياتك بيوم عيد ال... بتمنى يتم الفرج على البلد. ويعني بنسأل رب العالمين أنه بجاه الإنشاد اللي عم نقديه نحن يرفع البلاء عنا وعن هالأمة كلياتها. آمين يا رب. يعني نحن مضطرين نضبط الوقت معكم قبل الموجز لحق الأنشودة الأخيرة. تفضل. فضل حابين نسمعها. أنا حابب سمعكم هلأ قصيدة العبد الفقير، شاغلة من زمان قديما، إن بعد العسر يسرى، عسى ولعل تكون إن شاء الله يا رب سنة فراج. قال من هو أدرى إن بعد العسر يسرى، قال من هو أدرى إن بعد العسر يسرى، فامضي للعيش أبيا لا تخف في العيش ضرا، لن يزيل الخوف ضرا، لا ولن يدفع شرا، قدر الله تعالى لن ترى منه مفرا، لن ترى منه مفرا. قال من هو أدرى إن بعد العسر يسرا، قال من هو أدرى إن بعد العسر يسرا، هالصوت أكيد بعد كل عصر نحن. نسأل الله الفرج. آمين. اليوم شو منياتكم هيك اليوم بهاي السنة؟ اليوم كيف عم نشوف الناس؟ كيف عم تتقبل الأنشودة؟
بشكل عام على الاناشيد قصدك يعني؟ ايوه اناشيد دينيه اكيد. تماما. إيه الحمد لله في تفاعل صار، الحمد لله ازداد هذا المفعول عنا بالنسبه لحفلاتنا يعني. بصراحه صار في نوع من الاقبال الشباب على الانشاد، لابد انه يسمعوا شيء حرك يعني باخر حفله يعني، سواء اذا كان عرس ولا شيء يسمعوا شيء حرك بس. ولكن الحمد لله يعني عن السنوات الماضيه صار في اقبال اكثر على الانشاد الحمد لله، وحفلاتنا بفضل من الله كمان عم تزداد بهذا الموضوع بفضل رب العالمين. نتمنى لكم المزيد من التألق، وبدنا نشكر اليوم وجودكم معنا والإضافة الجميلة اللي قدمتوها. الله يسلمك. شكرا. أهلا وسهلا بحضرتكم، حليتوا صباحنا وكل عام وأنتم بألف خير. بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.